فعلى بركة الله متابعي قناة الشوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على القناة، والتحية لكم من هذا المنبر منبر القناة قناة شوف تي في، وتحية لجميع متابعي القناة داخل المغرب وخارج المغرب. فنتمنى الخير من عند الله ونتمنى السلامة والعافية لجميع أصدقاء قناة شوف تي في. قصة المتشردين متابعي قناة شوف تي في، قصة الناس اللي كيباتوا في الخارج خارج المنازل ديالهم متابعي قناة شوف تي في، أو اللي ما عندهم شماء هو أصدقاء القناة. فأش نقولوا عليهم؟ أش نقولوا على حياتهم؟ أش نقولوا على عيشتهم متابعي قناة شوف تي في؟ أنتم كتشوفوا معنا الآن منظر حزين متابعي القناة، منظر حزين لمواطن مغربي متشرد ناعس داك التدريجات متابعي قناة شوف تي في. شوفوا الناس كي داير، الناس معدل اصدقاء القناة، اشنو نقولوا عليه متبع القناة شوف تي في؟ شنو نقولوا عليه متبع القناة؟ لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. دابا هاد السيد هذا اللي ناعس هنا، شنو قصته؟ شنو حياته؟ شكون اللي خرجوا على عقله؟ وشكون اللي خلاه انه يوصل لهذا المستوى هذا متبع القناة شوف تي في؟ فدائما نقولها الله يخرجنا منظر لعيب لعيب متبع القناة، منظر غريب ومنظر قاصح ومنظر اللي يبقى فيك الانسان ناعس في ثلاثة درجات ومخبع، ما عرفت منين مخبع، واش مقساوات البرد. دابا هاد السيد ملي غضرب عليه 4 الصباح ولا 5 الصباح، وملي كيتزير البرد ديال الصباح متبع القناة شوف تي في، وشوفوا غير رجليه الرجلين ديالو وما لابس حتى شي حاجه متبع القناه. انت دابا راك في دارك جالس مزيان مرتاح ناعس في احسن فراش، واخد التليفون ديالك كتعاين يجيك النعاس وتمشي تنعس، واكل شارب معشي، غدا ان شاء الله الحد غتنوض على خاطرك غدير الجوله اليوميه ديالك على امل نهار ان شاء الله تواكب العمل ديالك. فما بالك هاد السيد هذا مسكين، ها نتوما تشوفوا متابع قناة شوف تي في، دير 4 الصباح 5 الصباح وتضرب فيه داك البلودية الصباح، خصو ينوض متابع القناة ويمشي ويقلب شي جهة أخرى فين يكمل نعاسو، لحقاش المدينة كتولي فيها الحركة متابع قناة شوف تي في. الله يشوف من حاله كما قال البريق، الله يشوف من حاله. الله الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه، نسأل الله له الفرج متبع قناة شوف تي في، كما قالت إيمان إيمان من تطوان. فحالات غريبة بالمملكة المغربية ديال الناس كينعسو في الزنقة، حالات غريبة وحالات صادمة وحالات كتخليك كيبقى فيك الإنسان وكتحرك العواطف ديالك. دس من هنا وبان لي هاد السيد جالس في ثلاثة درجات متبع قناة شوف تي في وكيفكر وناعس متبع القناة، وغدوة يفيق وخصو يقلب على ما ياكل وخصو يقلب على فين يكون متبع قناة شوف تي في. فربي معاه كما قالت نور حنان، والله يشافيه متبع قناة شوف تي في. انتوما المنظر الغريب زومينا لكم شوية، والمنظر الصادم متبع قناة شوف تي في. فاللهم ارفع عنا البلاء والوباء من هذه المملكة المغربية، ونتمنى الخير والسلامة والعافية لجميع أصدقاء قناة شوف تي في. من القصص الغريبة هو قصص المتشردين، من القصص المؤلمة قصص الناس اللي كيعيشوا في الزنقة متبعي قناة شوف تي في، من القصص المحزنة قصص الناس اللي كياخذوا الزنقة مسكا لهم، والقمامة بلاصة في كياكلوا متبعي قناة شوف تي في. دابا انا السيد كنفكر له في الصباح بكري ملي غادر فيه الشمس الصباح خصو ينوض، وكيقول انا نعس في الزنقة. كي داير حياته هاد السيد؟ كي داير مصيره هاد السيد؟ عنده شي مستقبل؟ عنده شي حياة مرفوع عليه القلم؟ الله يفاجئ عليك اخويا، الله يفاجئ عليك اخويا، ربي اللي عالم بيه كما قالت الوداد زين، ربي اللي عالم بيه. تجلس مع هاد السيد نهار تسمع القصته وتسمع الاحداث ديالو، يقدر يكون كان ميسور الحال او كان من طبقة ميسورة او كان لاباس عليه متبع قناة شوف تي في، لكن ظروف الحياة وإكراهات الحياة والأزمات هي اللي خلاته تقدر يخرج على عقله. إيمان إيمان كتقول ملي كنخرج بكري في الصباح
ونشوف بحال هذا الشيء، والله الا كان مرض. تقول ايمان أميرة تقول ربي يشوف من حاله الناس، سعيد بنادم وجهه صحيح. فدائما نقولها اللهم ارفع عنا البلاء والوباء من ربوع المملكة المغربية. متابعي قناة شوف تي في، ونتمنى الخير من عند الله والسلامة والعافية للجميع أصدقاء قناة شوف تي في. المسؤول فتحية لكم أصدقاء قناة شوف تي في. شفنا هذا المنظر الصادم وهذا المنظر الأليم، متابعي القناة، وقلنا نشارككم الأحزان لهاد الناس، ونتفكروا شوية هاد الناس اللي هم المتشردين في الشوارع. متابعي قناة شوف تي في، توفيق تحية احتراماتي توفيق، اللي هم المتشردين في الشوارع. متابعي قناة شوف تي في، خصوصا فصل الشتاء والبرد القارس والموجة البرد اللي كتقتل الناس في الزنقة. متابعي قناة شوف تي في، لكن شفنا بإقليم تازا مراكز الإيواء وكي كدير تتعامل مع هاد الناس. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. متبقى قناة شوف شوف، فأملنا الوحيد الله يرفع عنا البلاء والوباء من ربوع المملكة المغربية. فنتمنى الخير متابعي القناة، ونتمنى السلامة والعافية للجميع. فمن القصص الغريبة أقولها قصص الناس اللي ما عندهمش مراكز الإيواء ومتشردين. إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يقول مصطفى. مصطفى متابعي قناة شوف شوف، فأملنا الوحيد أن هاد الناس يلقاو مراكز الإيواء على طول السنة باش يدخلوا هنا، غير على القلة ينعسوا. متابعي قناة شوف شوف، باش يدخلوا على القلة ينعسوا. فما بالك الإنسان تلقاه ناعس هاد النعسة معدب الليلة كاملة. متبع القناة حتى تصبح. واه خويا، واش عندك ماك، واش عندك باك، واش عندك، واش مجوج، واش عندك وليداتك، وشنو قصتك، وشنو قصت وليداتك، وشنو قصت عائلتك يا أخي العزيز. ودابا ملي غتفيق فاش غتفكر يا أخي العزيز؟ أميرة كتقول الله يرحم لك الوالدين يا أخي، عملتي هاد الخريجة. فشكرا أميرة. ما قررناش نديرو شي جمعية أو يتجمعوا الناس في كل مدينة ويعاونوا الناس الحال هادو اللي يعيشوا في الزناقي؟ يقول حمزة فديان، ما قررناش نديرو الجمعية ونعاونوا هاد الناس اللي يعيشوا في الزناقي. لا حول ولا قوة إلا بالله المستعان، ربي يلطف بهم. تقول منى فالجمعية تكون، لكن مركز الإيواء فين هو؟ خالد كتخص مراكز الإيواء على طول السنة يا أخي العزيز، مراكز الإيواء على طول السنة يا أخي العزيز. فالله يفجع الجميع هذا مكان يا أخي العزيز. فما عسانا دائما أن نقول اللهم ارفع عنا البلاء والوباء من ربوع المملكة المغربية. متابعي قناة شفتي، الله يفرج على الجميع. تقول هبة العين بصيرة واليد قصيرة، تقول وداد. فمتابعي قناة شفتي في قصة متشرد أصدقاء القناة، هو ناعس. متابعي قناة قصة متشرد، متابعي قناة شفتي فيها هو ناعس أصدقاء، شفتي في اقتصادي الدرجات، شوفوا قصته، شوفوا حالته، شوفوا النعسة كي دايرة. متابعي قناة شفتي ناعس على درجة، متابعي قناة مغطي بالسما وفرش الأرض، مغربي مغطي بالسما وفرش بالأرض أصدقاء قناة شفتي. علاش ما كاينش مراكز الإيواء على طول السنة؟ وعلاش ما كاينش مراكز تحمي هاد الناس على طول السنة؟ مغربي مفرش الأرض ومغطي بالسماء أصدقاء أنا شفتي، غريب هذا الأمر. متبع القناة الله يفاجئها عليه والله يحسن عوانه، خصوصا من غادي ينوض في الصباح ويلقى راسو غير بوحدو، وعاد يقلب على ما ياكل وما يشرب. وحنا كنعرفو أزمة كورونا، ما بقى حد كيعطي الماكلة، ما بقى حد كيعطي الشراب. متبع القناة شفتي هادشي كيضر في الخاطر والله. تقول وداد، فكما قلت راك انت يا اخي وراك انت يا اختي دابا في بلاصتك وعلى فراش ديالك
مرتاح ومرتاحة، واخد الهاتف ديالك واخد الهاتف ديالكي، فوقاش ما جاك النعاس غتنعس. وهاد السيد هذا مفرش الأرض يا أخي العزيز ويا أختي العزيزة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تبقى فهمتما قصة غريبة وقصة صادمة، وكما قلت لكم شنو القصة ديال هاد السيد وشنو حياته، كي دوز حياته كي دوز مصيره، واش كان خدام، واش كان كيقرا، واش كان مسؤول، واش كان غير مسؤول، واش كان من طبقة ميسورة أو من طبقة فقيرة. شنو قصتك أخويا؟ شنو قصتك؟ شنو قصتك أخويا؟ بغينا نعرفو شنو قصتك. الله يدير شي تاويل الخير، هذا ما كان. الله يدير شي تاويل الخير، هذا ما كان. الله يدير شي تاويل. فقصة غريبة متدقة، أنا شفت قصة مؤلمة في تالي الليل الساعة 41 دقيقة متدقة. قناة ما قديش ندخل للدار حتى نشوف هذا السيد ماله متبع قناة شوف سيفي. الله يدير شي تاويل الخير، الله يدير شي تاويل الخير. فما عسانا ان نقول متبع قناة شوف سيفي. نتمنى الخير من عند الله، ونتمنى السلامة والعافية للجميع، والله يحفظ، الله يفتح لنا ابواب الرحمة ديالو. تقول ايمان ايمان، الله ياخذ الحق المسؤولين اخويا. يقول يونس حتى الجماعات متبعي قناة شوف تي في ما كيخصوش مراكز الإيواء لهاد الناس، متبعي قناة شوف تي في ديال طول السنة ديال طول العام متبعي قناة. فأملنا من الله ترفعنا البلاء والوباء من ربوع المملكة المغربية. شوفوا على جلسة داير هاد السيد، وشوفوا على لا نعسى متبعي قناة شوف تي في. فنتمنى الخير من عند الله، ونتمنى السلامة والعافية للجميع متابعي قناة شوف تي في. والرسالة ديالنا تكون وصلت، ما أملنا الوحيد الله يرفع الوباء من هذه المملكة المغربية. دمتم في رعاية الله، ليلة سعيدة وإلى اللقاء.